تغي نارا حارقة تأكل أخضرهم قبل يابسهم، فليسمعها الطاغية كلمة من جند الله على الأرض، أننا في الساحل السوري قد سحبنا السيوف من أغمامها، ولن تعود حتى يأمن أهلنا على أرض سوريا من ظلمكم. قبل أيام أعلنت ثلاث فصائل سورية مسلحة بدء ما سمته معركة الأنفال في الساحل السوري، والأنفال هي السورة الثامنة من القرآن الخاصة بأمور الغزوات والجهاد في سبيل الله. وبحسب بيان الفصائل فقد سميت الأنفال لأن الملائكة يشاركون في القتال إلى جانب المسلحين، وهي ستكون معركة حامية ضد أعداء الله. وهكذا هدأت جبهة القلمون لتحتدم جبهة اللاذقية، حيث اندلعت المعارك في محيط معبر كسب الحدودي مع تركيا، مثيرة الأسئلة بشأن أسباب وتبعات معركة الساحل. ولهذه المنطقة خصوصيتها، ففي محافظة اللاذقية يتركز ثقل النظام، حيث القرداحة مسقط رأس الرئيس، وقد بقيت هذه المحافظة هادئة نسبياً على الرغم من المسلحين في بعض الأرياف الجبلية على الحدود مع تركيا. فصائل المعارضة السورية سعت للرد على النكسات العسكرية التي أصيبت بها في يبرود وفي قلعة الحصن عبر احتلال بلدة كسب الحدودية مع تركيا ومحاولة تهديد مدينة اللاذقية وريفها، لا سيما بعد انسحاب داعش من المنطقة واتهامها المقاتلين بالعجز عن فتح معركة الساحل. وانطلقت شرارة المعركة من معبر كسب الذي يبعد 65 كيلومتراً عن اللاذقية، وقد شهد هجوماً بأعداد كبيرة من محاور عدة، محور الصخرة ومحور نبع المر ومحور السمرة، مع معلومات عن دخول قسم من المهاجمين من داخل الأراضي التركية، فضلاً عن مد المقاتلين بأسلحة متطورة. والسمرة هي آخر بلدة سورية ساحلية عند حدود لواء الإسكندرون، وقد جرى فيها تصوير مسلسل ضيعة ضايعة السوري. شو الشباب من هون؟ أي من هاو؟ طيب وهون شو هون؟ أم الطنافس الفوقة. فوقة طيب والتحت وين؟ ما فاني تحتها بس فوقة. وتوسعت المعارك إلى بعض قرى ريف اللاذقية وأبرزها خربة سولاس وبيت حلبية والملك، معارك كان الهدف منها قطع الطريق أمام الجيش السوري لإرسال التعزيزات إلى كسب. ويشارك في المعركة كل من جبهة النصرة وحركة شام الإسلام وأنصار الشام وجبهة ثوار سوريا التي انضمت لاحقاً، وذلك في غرفة عمليات موحدة. وبحسب مسؤولين منهم فالتحضير للمعركة استغرق 7 أشهر، وهي كانت مقررة منذ فترة لكنها تأخرت نتيجة خلافات بين بعض الفصائل. في المقابل يلجأ الجيش السوري إلى السلاح الجوي في المعركة، منفذاً عدداً من الغارات لا سيما على محور سلمة وتلة الصخرة التي حاول المهاجمون التمركز فيها لكونها منطقة استراتيجية تطل على كسب وعلى الأراضي التركية.